احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي بيلبس نظاره بعمل له بصمه عين على طول، اللي عنده تاريخ مرضي في العيله بعمل له بصمه عين. الدكتور لما عملش فحص للقرنيه مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظره ضعيف لانسان عنده قرنيه مخروطيه. في ناس النظاره ما تسمعش، الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا، حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزك. اهلا بكم. الحول يا جماعه مشكله قاسيه جدا، قاسيه لناحية علمية هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن من ناحية الاجتماعية العيلة كلها الأم والأب عندهم صدمة رهيبة جدا. الأم والأب بيضايقوا جدا، يعني أنت عارف لما تقول لأم وأب مثلا إن ابنكم نظره ضعيف هيتقبلوا الأمر بشكل، هيقول لك إيه؟ هيطلع بيلبس نظارة ونعمله ليزك وهو لما يكبر شوية ومش عارف إيه وتمام التمام وخلاص مفيش مشكلة وشكله أمور وشوف النظرة شكلها شيك إزاي، نظره ضعيف خلاص مفيش مشكلة، عنده قصر نظر ومعروف طريقه، يعني قصر نظر اللي هو منذ الطفولة ده معروف هيحصل إيه ومش متضايقين وشكله والله يا دكتور الله ده شكله أمور، لكن حاول لا كارثة كارثة كارثة. يعني انا بقول لكم يعني انا مش عارف الاحساس ده عامل ازاي بصراحه، لكن انا لما بتقمص كده وافكر لا كارثه، مصيبه سودة. طفل قدامهم عنده المشكله دي، الاب لا يعرف ياكل ولا يشرب ولا ينام، والام طبعا بكاء مستمر، والحياه هتبقى ولا عارفين بقى يروحوا في حته ولا عارفين يجوا من حته، وهتبقى مصيبه سودة. فخليكم مركزين النهارده، لان الموضوع النهارده انا بقول النهارده حلقه بين قوسين، هي حلقه حول بس انا كيف نحل او نتعامل مع هذه الكارثه، ده العنوان بتاع النهارده، كيف نتعامل مع هذه الكارثه. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال وما شاء الله العلم المتميز جدا على المستوى الاكاديمي والاكلينيكي، الاستاذ الدكتور محمد لاشين. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك يا دكتور ايمن، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. مش عارف ليه حسيت ان انت يعني الكلام يعني كان موفق، يعني اثر فيا جدا جدا جدا. انا لاني قلته من قلبي بصراحه، لان حضرتك قلته من قلبك، ولان انا كمان بيصعب عليا جدا الطفل، وبيصعب عليا جدا الاب والام لما بيجوا في العياده، وبيصعب عليا جدا ان هم محتارين ولافين ومش لاقيين حل لابنهم، وابنهم شكله صعب. يعني احلى صور في حياتنا كلنا صورنا في الطفوله، فتخيل حضرتك صورتي في الطفوله وانا احول ولابس نظاره او طفولتي كلها فاكر ان انا واقع وبتكسر وبتكعبل ومش عارف اذاكر ومستواي قليل في المدرسه وذكائي ضعيف والمدرسه كلها بتشتكي مني، كل دي طفوله تعيسه يعني. فانا حسيت بكلام حضرتك جدا، ان انت حاسس بالناس جدا جدا. الحقيقه النهارده بقى هاو تو deal with this problem how to deal with this يعني sadness هذا الحزن. تعال نشوف بس مع الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الحول في معناه الاساسي هو عدم توازن بين العينتين، ابيض اسود ام رمادي؟ نور رمادي، خلينا نور رمادي، لان مش كل الحول كده. يعني ساعات بيكون الحول الانسان شكله عادي وما عندوش حول وشكله طبيعي جدا، ولما تيجي تكشف الام ولا ابنك عنده حول خفي تستغرب، انا مش جايبه عشان عنده حول، انا جايبه عشان عنده صداع، انا جايبه عشان بيعوج رقبته، انا جايبه عشان تركيزه في المذاكره قليل، انا جايبه عشان بيقول لي مش عارف انقل من على السبوره. كل دي مشاكل بنسميها بين قوسين حول خفي، فمش دايما الحول عدم توازن العينين، مش دايما، فدي رمادي شويه. الحول قد لا يلاحظ في كل مره ينظر اليها للطفل، ابيض ولا اسود؟ ابيض ناصع البياض، لان الحول في الاساس عايزين نقول معلومه النهارده مهمه جدا، احنا عايزين نتكلم النهارده عن الحول من وجهه نظر الناس الطبيعيه والعادي جدا، ونتكلم عن الحته الجديده في الحول الناس ما بتاخدش بالها منها. الحول الطفل دايما مولود بيه، دايما الحول اللي احنا بنتكلم عليه دايما الطفل مولود بيه، ولكن بيبتدي في سيناريو بيمشي بخطوات. اول حاجه الطفل مولود بالحول وعنده حول خفي، فدايما تبص له ما تشوفش عنده حاجه. بعد شويه يبدا الحول يجي له متقطع، اللي هو انت تشوف احول تيجي تقول لبابا بص ابنك احول، يقول لك فين ما تلاقيش الحول.
فتبص عليه احول ساعات مش احول، تيجي تصوره ويطلع موبايل احول، المره اللي بعدها يطلع مش احول، فيختفوا يختلفوا، يسموه حور، يسموه ده بيدلع، يسموه ده بيهزر، اقعد عينك يا ولد، وساعات بيضرب الطفل. المرحله اللي بعديها يبدا الطفل يحول بعين اكتر من عين، فتلاقي عين حوله وعين عاديه، يبقى دي ظهر فيها الحول والثانيه بقى فيها حول خفي لسه. المرحله اللي بعدها يبقى الحول بين الاثنين موجود. بعد كده يخش مرحله الكسل، ودي الكارثه. فالطفل بيمشي في المراحل دي ولازم هيوصل في السيناريو اخيرا للكسل. واحنا كل اللي خايفين منه ان احنا يوصل لمرحله الكسل. فدايما عايزين نلحق الحول في اوله او في المرحله الثانيه او في الثالثه، ويا ريت قبل الرابعه، ويا ريت ما نشوفوش خالص يوصل للخمسه دي. اللي مرحله الكسل. اللي هي مرحله الكسل ملوش علاج الكسل. في انواع من الحول قد تحدث فجاه اكيوت صادلي. ابيض ولا اسود ولا ابيض؟ ابيض جدا، لان وده اللي خلى الناس دايما كانت تربط الحول بالسخونيه الشديده، او الولد وقع، او اخوه خبط على راسه، او انا ضربته قلم عشان متنرفزه منه النهارده، فبعد ما ضربته القلم احول. فدايما كانت الام تربط حدث بالحول، او الولد جاله دور نازله معويه جامده فعشان كده قالوا له المخ مش عارف. لا، غالبا غالبا اكتر من 95% الحول بيظهر فجاه، مولود بيه وفجاه تقول لك عينه حولت، عن سن 9 شهور، عن سن سنتين، عن سن 3، فجاه هو قاعد احول، قاعد عينك وتضربه ممكن يعدلها. اليوم الثاني احول، قاعد عينك يعدلها، اليوم الثالث مش قادر يعدلها. خلاص بقى حول ثابت. فهو غالبا فجأة. بيلعب دور الوراثة أو الدور الوراثي دور كبير في عالم الحول. أبيض ولا أسود؟ هو الدور الأساسي. هو أساسا الحول وراثي. في أنواع تانية بسيطة بقى، نتيجة حادثة، في أنواع نتيجة شلل في عصب من أعصاب العين، في أنواع نتيجة أمراض في العضلات، ده حاجات قليلة، يعني زودنا عليها تقول 5% من الحالات. 95% من الحول وراثي. وغالبًا بيدخل الابن في العيادة عنده حول، وباباه شايله وعينه فيها حول. أو داخل معاه عمته وعينه فيها حول، عينها فيها حول، أو ابن عمه وعينه فيه حول. فمفيش حاجة اسمها إن الحول بيجي فجأة كده وطفرة في العيلة، يعني نادرًا. الطفل اللي عنده طول نظر هو اكثر عرضه من غيره للحول. خلينا نتكلم في النقطه دي يا دكتور ايمن عشان ما يختلطش على الناس الامور. الحول دايما ببسطه للناس واقول لهم الحول يا اما يكون مشكله في العضلات، او مشكله في النظر، او الطفل محظوظ وجاي له الاثنين مع بعض، عنده مشكله في العضلات ومشكله في النظر. فاذا كان في طول نظر او مشكله في النظر، يعني طول او قصر نظر او استجماتيزم، ده يسبب حول. فطول النظر بيسبب الحول الداخلي، كان الانسان بس على صبعه كده، ده طول النظر. قصر النظر بيسبب حول خارجي. كويس كده. الاستجماتيزم غالبا بيبقى مرتبط بالحول الراسي او الخارجي لفوق، تلاقي العين بتسرح لبره ولفوق. دول ثلاث انواع ضعف النظر. او المشكله في العضلات، فالطفل عنده مشكله في العضلات، العضله اقصر من عضله او عضله انشط من عضله، فالعين بتروح ناحيه العضله الشديده فبتدخل لجوه وتخرج لبره وتطلع لفوق، او الاثنين مع بعض بقى. فنبقى عارفين ان ضعف النظر بيمثل تقريبا نص او تلت المشكله. العلاج الجراحي او التدخل الجراحي بشد اربطه وعضلات العين هو الحل الامثل لعلاج الحول نهائيا. في اتنين او كلمتين اهو. في ثلاث حاجات. جراحي امثل نهائيا. والتلاتة اسود من بعض. طب قول لي بقى. يعني لما يكون المشكله في الحول ان الانسان عنده طول نظر، فطبيعي اي انسان بسيط جدا مش فاهم في الطب، حتى لما تقول له ان طول النظر عمل حول وانا هعمل لك عمليه في العضلات، الكلام حتى مش متناسق. يعني ازاي طول النظر عمل حول فانا هروح اشتغل على العضلات؟ انا دايما بقولها للناس في العياده، كان انسان جاي لي عنده السكر وانا اديته علاج للضغط فهيخف فبيتحكم. اقول له هو كده بالظبط، يعني جاي لي عنده مشكله في النظر عماله حول، طول النظر بيعبر عن نفسه مش بالحول، ده مش مريض حول، ده طول النظر معبر عن نفسه بحول، زي ما بيعمل صداع، زي ما بيعمل زغلله، بيعمل حول. فانا اسيب طول النظر والاعراض بتاعته واروح اشتغل على العضلات، مؤكد ان النتيجه هتفشل بتاعت العمليه، هي هتجيب نتيجه عكسيه، بدل ما كانت عينه داخله لجوه هتقوم طالعه لبره. يا اما هيجي له عينه تتظبط شويه شهر ولا اتنين وترجع تخش لجوه تاني. فالحل الامثل لا مش الحل الامثل، ونهائيا لا مش نهائيا. التدخل الجراحي لا طبعا مش هو الحل الامثل خالص، لان احنا اذا كان المشكله في النظر هي اللي عامله الحول، فاحنا لازم نتدخل ونعالج النظر. نعالج النظر مش نلبسه نظاره. الشامبر ده يا دكتور ايمن مش سحري، يعني مش احط على عين واحد عنده حول يصلحه، احط على عين واحد عنده نظر ضعيف يصلحه، احط على عين واحد عنده مريضه يصلحها. هو الشامبر ده ما بيفهمش، الشامبر بيجيب صوره، انما هيعدل لي النظر، هيغير حجم العين، هيظبط حجم القرنيه اللي مولود بيها الطفل فيها مشكله. لا، الشامبر ما بيفهمش، ما بيتبرمجش يعني. فاحنا مش بنلبس النظاره لكل واحد يخش العياده، نظره ضعيف يلبس نظاره، انما نظره ضعيف عامل له حول يبقى هيمشي في السيناريو اللي قلنا عليه. النهارده النظر ضعيف، النظر ضعيف عامل حول،
بكره النظر ضعيف عامل حول وعامل كسل والكسل ملوش علاج. النهارده كلمه الوراثه متكرره معانا. الوراثه تلعب دور مهم جدا في تهدل الجفون عند الاطفال. دور كبير جدا جدا جدا، ولكن مش الدور الوحيد. يعني معظم الاطفال اللي بتولد عندهم تهدل في الجفون ما بيكونش السبب اساسا وراثه. ساعات بيكون السبب ضعف في العصب بتاع العضله، في عضله بترفع العين، حضرتك عارف الليفيتور ماسل دي اللي بترفع الجفن وبتحكم فيها العصب الثالث. الليفيتور بالبيبري سيبريوس. بالظبط كده، دي اللي بيتحكم فيها. اي خدمه، هو تمام كده. اي واحد بطبط يقول الكلمه دي مش مزبوط. اي حد بطبط يعني بط صح. مظبوط اللي توضع. حضرتك استاذ يعني حضرتك نيورو كمان استاذ. عادي عارف النيورو عشان ما دي تبع البطن. النيورو طبعا. فالعصب الثالث هو اللي بيدي اشاره للعضله اللي حضرتك قلت اسمها، اللي هي العضله الرافعه للجفن العلوي، وبيخليها ترفع الجفن وتنزله طول الوقت. تمام كده؟ اذا كان العصب ده فيه مشكله فده بيعمل ارتخاف الجفن، اذا كانت العضله اللي بيغذيها العصب فيها تليف فده بيعمل ارتخاف الجفن، اذا كانوا الاثنين سلام وفي عامل وراثي فده بيعمل ارتخاف الجفن. طبعا الحاجات دي متخصصه بتاعت رمد، يعني احنا في البطن مالناش دعوه بالليفيتر. يعني دي عضلات بقى صغيره وبنت لذينه زي اهي، مالهاش هتعرف منين عضله رفيعه جدا وضعيفه جدا وخفيفه جدا. والمشكله ان الجفن لما بيرتخي عند الطفل بيرتخي بثلاث مستويات، يعني بسيط او متوسط او شديد. فاذا كان الارتخاء شديد فده بيبقى مغطي على العين، فكان حضرتك قافل عين واحد طول الوقت، فده بيخلي العين دي ما تشتغلش. فدي الكارثه في ارتخاء الجفوف، مش بس ان انا شكله وحش او الام جايباه عشان شكله وحش او رافع راسه لفوق عشان يشوف. دي كلها حاجات مهمه جدا تهمنا شكلا واجتماعيا وكل، ولكن المشكله عندي ان العين دي خلاص المخ ينساها لان الجفن قافلها. فاذا كان التهدل متوسط او شديد فلازم اتدخل بدري، اذا كان بسيط فهو تجميلي بتدخل في الوقت اللي يحب بقى الاب والام يتدخلوا فيه. ده سؤالي اللي جاي، تهدل الجفن يؤدي الى ضعف النظر؟ كلامك واضح. يؤدي، ولو كان على ناحيه واحده بيؤدي اكتر لكسل العين وضعف النظر، واذا كان شديد بيؤدي لكسل وضعف العين، واذا كان معاه حول فده بيؤدي لكارثه وهي كسل بدري جدا جدا جدا. الجفن ده طبعا واقع قوي، يعتبر حضرتك ده ارتخاء يعتبر بسيط، يعتبر بسيط مش النن بتاع العين مش متغطي، الفلاش باين اهو بتاع النن العين مش متغطي. ده اشد منه شويه، احنا بدانا نغطي نص البيبل اهو. ده لازم تدخل فيه بدري، مفيش حاجه اسمها ده مش ولد باصص بصه شريره، ده ضايع. ده مش بيغمز ولا حاجه. مش ده النظره الشريره دي، مش نظره الاستاذ محمود المليجي، دي بصته العاديه. اقل حاجه بص عنه. فده لازم تدخل بدري جدا، وحضرتك الحالات دي لما بندخل فيها لازم ندخل بطريقه علميه مدروسه. يعني مفيش حاجه اسمها ان كل الاطفال دي تعمل لها رفع للعضله. العضله ضعيفه يبقى ما ينفعش ارفع العضله لانها ترجع ترخي تاني، والناس اللي بتسمعنا دلوقتي عارفه كويس جدا ان عمليه ارتخاء الجفون دي لما بنرفعها تاني عارفين وسامعين دلوقتي ومتاكدين انها بترجع لهم تاني. فلازم نبقى عارفين العضله ضعيفه يبقى لازم ارفع العضله، ولازم اقوي العضله بحاجات تخليها ما ترجعش تتهدل تاني، لان الجفن اللي فوق فيه مشكله انه مع الجاذبيه الارضيه. فدايما الجاذبيه الارضيه عايزه تشده والعضله عايزه ترفعه. اذا كانت العضله ضعيفه اللي هيكسب في الاخر الجاذبيه الارضيه، فلازم اكون انا اقوى منها وارفع الجفن بحاجه قويه لفوق. فعندنا ثلاث طرق بنرفع بيهم الجفن لفوق، وثلاث دعامات بنشد بيهم الجفن نرفعه لفوق، نعلقه نخلي الجفن مرتبط بالعضله بتاعت الجبهه، ودي بتبقى عمليه تجميليه من تحت الجلد ما فيهاش فتحات ولا خياطات ولا قطع ولا قص ولا حاجه خالص. معلش سؤال يعني هيخطر في بال كل الناس اللي بتتفرجوا علينا. هو سؤال برضو من فكر البطنه نسبيا، دلوقتي الولد ده هينمو هيكبر، وشه هيكبر وعضلاته هتكبر. هنعمله العمليه دلوقتي عشان عينه ما تتعرضش للكسل، انا فاهم ده كويس جدا، عشان لو سيبناه الطريق هيبقى وخيم ان العين دي اساسا هتبقى كسلان. خلاص المخ هينساها. بس ازاي بتحسبه تطور الجسم انه ازاي اشد العضله بحيث ان انا لما اكبر ما اضطرش اعمل العمليه دي تاني؟ هو حضرتك العضله اللي حصل فيها ضمور او ما بتشتغلش، العضله التي لا تعمل لا تنمو. حضرتك عارف القاعده دي قاعده طبيه، الذي لا يستغنى لا يستغنى يضمر، اذا كان عضو ده كلى كبد رئه كله بيحصل فيه كده. فاذا كانت عضلات كمان العضلات دي بيحصل فيها تليف والعضله بيحصل فيها تصلب، وبالعكس لما باجي اعملها وهو كبير بقى وحصل فيها تليف على مر السنين النتيجه بتبقى اسوء بكتير جدا، وتلاقي الجفن اترفع والطفل بيجي يغمض ما بيغمضش. يبقى انا رفعتها له كده فتح عينه كويس معاك، او يجي ينام بالليل تلاقي عينه مفتوحه وعينه مقفوله. طبعا دي حاجه سيئه جدا، القرنيه طول الليل مكشوفه ده يعمل له مشاكل في القرنيه. يبقى لازم اعملها له بدري جدا، لان انا خلاص العضله دي مش شغاله فلها تنمو
ولا هتنفعني في المستقبل ولا هتغير وضعها. اللي هيحصل انها هتتليف اكتر لانها ما بتشتغلش، وده هيؤدي ان النتيجه هتبقى اضعف في المستقبل. جو ترمينيتور بقى بالظبط كده. طيب تهدد الجفون للاطفال يحدث نتيجه تاثر العصب الثالث المسؤول عن حركه العين. بنسبه مش قليله في الاطفال، في اطفال بيتولدوا عندهم كونجنتال او عيب خلقي ان العصب الثالث مش شغال، وساعات بيكون الثالث ومعاه السادس، وساعات بيكون الثالث ومعاه العصب البصري، ساعات بيكون مصاحب للثالث معاه حول كمان. بيحصل ساعات كده كتير قوي، وده من الحاجات اللي بتسبب ارتخاء شديد قوي. يعني بيبقى الجفن مقفول 100%، العين متغمضه 100%، وده اللي بنتدخل فيه بدري جدا. الجفن الخلقي ده شائع جدا دلوقتي عند الاطفال. الجفن المرتخي الخلقي شائع عند الاطفال جدا دلوقتي. دي حقيقه جدا. تعالى بقى نروح للجزء اللي انا بحبه معاك جدا، جزء الايه المتهم، عشان تبقى انت مبدع بقى. الكلام ده كلام ولطيف جميل علمي. حلو ده. سخن بقى. سخن. ده هو في احسن من المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ سيتويشن الاتي بقى: من يقوم بعلاج ارتخاء الجفن للاطفال كليه لكل الجراحه، لكل الحالات يعني جراحيه بتخدير كلي لكل الحالات، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ احنا مش هنتكلم في جزئيه هو بيعالجهم كلهم جراحيا ولا لا، هنتكلم في جزئيه هو بيعالجهم بدري ولا بيقول لهم استنوا لسن دخول المدرسه. الجمله المحفوظه المستفزه الرهيبه اللي هو الطفل ده عنده ارتخاء في الجفن يا ستي، بس استني لما يجي يخش المدرسه. وكان المشكله كلها ان اصحابه هيقولوا له عينك شكلها عامل كده ليه؟ هيجي يخش المدرسة عينه دي خلاص ما بتشوفش، يعني انا رفعت له الجفن بس عينه ما بتشوفش، وهتحول لانها ما بتشوفش وكسلت. فلازم نعالجه بدري، انا باكد تاني على الحته دي. بيعالج كل الحالات جراحيا؟ لا، ما ينفعش يعالج كل الحالات جراحيا ويرفع العضله او يقص العضله او يأثر العضله، لان ده لو العضله دي ميته مش وصل لها عصب، فمهما قصيت فيها وأثرتها مش هتشتغل. انت شغال في ميت، فالميت ده مش هيصحى تاني. فلازم تعمل عمليات رفع جفن بشكل تجميلي محترف. الشكل التجميلي وانا رفع الجفن في ثلاث طرق لرفع الجفن، والثلاثه احسن من بعض والثلاثه ناجحين، بس مين ينفع له انهي واحده في الثلاث طرق، او ايه الطريقه اللي انا بروفيشنال فيها اكتر فبقدر اجيب فيها نتائج اعلى، او ايه الطريقه اللي انا شايف انها في الطفل ده مش هترجع تاني تخلي جفنه يرتخي في المستقبل. يبقى احنا كده الحمد لله ما عندناش متهم في السؤال ده. حلو قوي. اللي جاي ده بقى قضيه ما تقبلش الدبلوماسيه. تمام. من لا في حاله حول، جاله حاله حول وفيها ميه بيضاء، ما عالجش الميه البيضاء قبل ما يعالج الحول. ما عالجش الميه البيضاء قبل ما يعالج الحول. سابه عنده ميه بيضاء وبدا يفكر انه يعالج الحول. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو مش دكتور، هو ده مش دكتور. ده عدى في مرحلة السؤال. ده جاني. لا ده جاني، ده مجرم جدا يعني. هو حضرتك من اعراض الميه البيضاء الخلقيه عند الاطفال من اعراضها الحول. ومن اعراضها رقرقة العين، الرقرقة اللي هو اهتزاز النني يقعد نستجمس. تمام كده؟ فما ينفعش يجي لي واحد عنده حول وما عملوش اول الف ب طب، الف ب طب فحص قاع عين. الف ب طب ان انا اقيس له نظر، اشوف له اذا كان نظره ضعيف هو اللي عامل له الحول ولا لا. انما عنده حول اعالج له الحول، انا كده بقيت صنايعي بقى خلاص يعني. يعني النور قطع وصل الكهرباء هو كده وخلاص، لا انا ما فهمتش النور قطع ليه او المشكله جايه منين. فعنده حول اعالج له الحول؟ لا، لازم اشوف الاول فحص قاع عين الف ب. تاني حاجه اقيس النظر. اتاكدت انا كده ان ما عندوش ميه زرقاء، ما عندوش ميه بيضاء، ما عندوش انفصال شبكي، ما عندوش ضمور في العصب، ما عندوش نزيف في الشبكيه، ما عندوش عيب خلقي، اتاكدت ان العين سليم. تاني حاجه العين دي بتشوف، ما عندوش طول نظر، ما عندوش كسر نظر، ما عندوش استجماتيزم، خلاص يبقى انا دخلت في الحول اللي هو بتاع العضلات بقى. خلاص انا كده اتاكدت ان الوظائف تمام، فاضل عضلات العين فيها خلل. ابدا اشوف العضله القصيره فين او الطويله فين وابدا اشوف اعالجهم ازاي. عظيم. هو ده الدكتور. السؤال الجاي ده تاليفي بس انا مش شايف ان هو واقعي، هو خيالي اكتر. ام عندها طفل عنده صداع، بتعزو هذا الصداع الى ارهاق، بتعزو الى ان هو ما نامش كويس، ما بياكلش كويس، مش عايزه تروح بيه لدكتور عيون، ممكن تروح بيه لدكتور غير عيون. دي متهمه ولا جانيه ولا بريئه؟ والله حضرتك انا ما بقدرش اتهم الام في اي ثقافه غلط في الطب بصراحه يعني. وعشان كده احنا بنطلع في البرامج اللي ليها قيمه كبيره زي برنامج حضرتك كده، عشان ده مناره علميه كبيره جدا بتوصل لكل الامهات المعلومه الثقافيه الاساسيه المهمه جدا، ان كل طفل عنده صداع احنا طبعا ما قلناش لا الانيميا مهمه جدا، ما قلناش لا لازم نشوف اذا كان عنده مشاكل في القلب او الضغط ودكتور الاطفال اللي يشيك عليه تمام.
بس خلاص دكتور الاطفال قال لك ما عندوش حاجه. 4% من الاطفال عندهم ضغط. 4% طبعا ده 4 من كل 100 طفل عنده ضغط عالي. مظبوط. عنده ديدان في بطنه وعامل له انيميا عامل له صداع ماشي عنده ماشي كل ده دكتور الاطفال هيخلصه في زياره. ما اروحش بيه بقى لا اروح طالع على دكتور العيون على طول. لازم اشوف دكتور العيون. قال لي ما عندوش حاجه او قال لي عنده هطلع دكتور مخ واعصاب. احنا عارفين التلات زيارات دول طالما الصداع مزمن وشديد او مرتبط معاه اعراض تانية او متكرر بصفه مستمره او عنيف الطفل بيعيط مش قادر ينام لازم اهتم بالصداع 100%. تعالى بقى نروح يعني انت عارف الحول والجو المرتبط بيه ما في اوهام كتير. يعني كانوا زمان على فكره من المعتقدات ان هذا الطفل مرتبط بالجن والعفاريت ملبوس ملبوس. اه والله في ثقافات قديمه ما اعرفش الحول الراسي بيبقى شكله فعلا كان في جن. شفنا صور مع بعض دلوقتي الحول الراسي حضرتك هتشوف ان هو بيبقى قاعد قدامك طبيعي وفجاه في بصه تلاقي عينه راحت راحه في حته والتانيه بصه. الافلام زي الافلام اللي ايه ده الحول الراسي شكله غريب جدا. حضرتك صور يعني العين اليمين بصه لك الشمال في حته ثانيه خالص حته ثانيه خالص يا ريت. شوف صور كمان احنا جايبين بس الصور الحلوه في الاول اللي في صور كمان تخوف قوي قوية تخوف. وفي عيال بيخافوا يلعبوا مع العيال يعني الاطفال خايفين يلعبوا معاه. اولاد عمه بيخافوا منه. في ناس بتتشائم منه يعني. لا لا الحول الراسي مشهور انه مرعب يعني مرعب ده بعد العمليه طبعا هو نفس الطفل على فكره هو ده بعد العمليه. شوف حضرتك واحد تاني تحس ان واحد تاني خالص سعيد جدا نفسيته مختلفه بيفرق معاهم 100%. طيب تعال نروح للجزء الثالث الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ هنا سؤال طويل شوية مرتبط بين الحول وجسر الأنف الواسع. هناك علاقة ما بين الحول وجسر الأنف الواسع. هذه العلاقة يعني الناس غفلانة عنها. الكلام ده وهم ولا شك ولا ده 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 كلام حقيقي 100%. ايه بقى حكاية جسر الانف حضرتك اللي هو العظمه دي العظمه دي لو موجوده بالمنظر ده بيبقى شكل العين طبيعي خلاص. انما العظمه دي لما بتبقى مش موجوده في اطفال كتير قوي بتولد بالمنظر ده كده ما عندوش هنا عظمه في النص فتلاقي المساحه دي كبيره قوي يعني الحته دي فلات واسعه جدا فبيخيل اللي بيبص للطفل ان النني الاسمر هو اللي قريب من بعضه مش ان الحته دي هي اللي واسعه فبيتهيأله ان السمر هو اللي قريب. انت بتشوف الصوره من منظور تاني خالص فده بيسموه حول كاذب. ده حول كاذب هو الطفل كده ولما بيبص الناحيه دي طبعا عشان الحته دي عريضه فالعين بتستخبى قوي كده فيقول لك ده بيحول قوي لما بيبص يمين او شمال. ده لما بيكبر مناخيره بتتكون لها العظمه ومفيش حد بيعيش من غير العظمه دي غير اليابانيين واحنا ما عندناش الجو الاسيوي ده فطبيعي جدا اليابانيين والصينيين والفلبين مالناش دعوه فده بيبقى شكله ياباني في الاول كده. دي بتتكون بيطلع العين شكلها طبيعي بعد كده فده بيجي يزورنا بنقول له روح مفيش حاجه ابنك سليم سنتين وتعالى هتلاقيه كويس. الحول قد يسبب للطفل مرض نفسي. يعني ده اساسي. اولا الحول انا شفت ناس كبار في السن في مواقع كويسه وبيشتغلوا شغلات كويسه عندهم درجه حول لا واضح انها مأثر فيهم لانه الحوار بيننا وبين بعض مثلا يعني هو مأثر في شخصيته كمان شخصيته حاده. حضرتك احنا عايزين نتكلم عن حاجه مهمه قوي. التوحد عند الاطفال معروف الطفل عنده توحد ده معروف ولكن دلوقتي في حاجه منتشره كده يقول لك ايه عنده سمات توحد. الحول من الحاجات الاساسيه عند الاطفال اللي بتعمل سمات توحد. تخيل حضرتك يعمل عمليه الحول وعينته تنظبط ما عندوش توحد وما يروحش لدكتور النفس تاني. الحاجه الثانيه الكسل عند الاطفال وعلاجه بالطفل القرصان واللي احنا قلناه قبل كده طفل القرصان وغطى العين المأساة يعني. دي بتاعت مشيد ايام دي مأساة عشان اغطي عين طفل طول طفولته يعني انا حضرتك لما تجيلي ام انا لسه كنت عندي ام في العياده من ضمن القصص يعني بتقول لي بنتي بيروح بيها للدكتور النفسي اكتر من بيروح بيها للدكتور العيون مش عايزه تحط الغطا على عينيها بتقول اشمعنى اختي لا وانا اللي بحط الغطا بتقول انا ليه بالدكتور نفسي بيوريها في اطفال بتولدوا عندهم مشكله دراع ناقص او عندهم رجل ناقصه او عندهم حاجه ودن بايظه فانت زيك زي الاطفال اللي عندهم كده انت احسن منهم مش هيستوعب طبعا مفيش استوعاب الام بتلبس معاها غطا العين في البيت عشان تشجعها تلبس غطا العين الجده بتقول لها وانا صغيره كنت بلبس الغطا زي كده على عيني كل الناس كده وهي صغيره الطفله سايبه عينيها وما عندهاش مشكله انها مش شايفه وداخله في مرض نفسي اكتئاب دكتور الاطفال والدكتور النفسي لا يمكن هيعالجه هيعالج لها الاكتئاب من ايه؟ ما هي عندها حول وعندها كسل وبتغطي عينيها السبب موجود مفيش علاج
الحوار معك ممتع للغاية، والقضية كبيرة ومهمة، وتظل الكارثة قائمة طول ما مفيش معرفة. لازم نعرف، والموضوع محتاج برضو من حق الناس علينا ان احنا نفهمهم اكتر واكتر. فانا معلش هتعبك معايا. تحت امرك، وده شرف ليا. وعايز بس اخد من وقتك نص دقيقة مهمة جدا، عايز اقول للناس حاجة مهمة قوي. مش كل الطفل اتصلح عينه بالفيمتو ليزر او بالفيمتو ليزك او بالليزك التفصيلي، ده بينفع له بعدها تصوير قرنية، عشان احنا بس المشكلة دي واعيين فيها برضه يا دكتور ايمن. لازم نسير المنطقة دي النهارده نفجرها، لأن جهاز تصوير القرنية العادي اللي موجود في كل المراكز ده، حضرتك عنده داتا عن الناس اللي من سن ال 18 لسن ال 50. عنده داتا ثابتة على الجهاز، معلومات ثابتة عن الناس دي. اما انا بخش على الجهاز وانا سني مثلا 50، فبيروح مقارن حالتي بحاله الناس اللي زيي في السن، فيقول اه قرنيتك في الرينج النورمال. فلما بتحط له طفل عنده 9 سنين على الجهاز وهو بيقارنه بواحد اقل حاجه سنه 18 او 20 سنه، بيطلع فيه فروق في المقارنه، فالجهاز ما بيفهمش. فيقوم قايل لك ايه؟ القرنيه دي شكلها مش طبيعي، او القرنيه دي مش مقبوله عندي. ما الجهاز ما بيفهمش. مش هيقول ايه يا جماعه ده؟ زي ما بيرفض بالظبط، وانت بتدخل له السن بيرفض الداتا، فهو مش فاهم، فبيديك ريزلت مش مفهومه. لازم الدكتور يكون عارف ازاي يقرا الفحص، مش ياخد الكومنت بتاع الجهاز. قرايه الفحص مهم جدا، لان في ناس بتيجي للعياده تقول لك هو الليزر ده مضروب في مكان غلط، هو القرنيه بتاعت ابني فيها مشكله، هو انا ابني اتحول لقرنيه مخروطيه. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه خالص. مفيش حاجه اسمها كده. ده بقى وهم وشك وجاني ومجرم، ولازم يتعمل عند الدكتور بتاعك اللي عامل له العمليه، فاهم حالته، عنده الجهاز اللي بيقدر يفحص عليه العيان بسهوله جدا. والكلام ده برضه يفيد شباب الاطباء. الكلام ده صعب جدا. صعب جدا. نورتني وشرفتني وانستني. شكرا. وقبل ما نمشي هفرجك على حبايبك بقى، وهم يعني لطاف، هم بيتدلعوا بكل لغات العالم. بكل لغات العالم. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد لاشين كان في الناس الحلوه. تعالوا نشوف اجمل حاجة في العالم، الطفل. طفل يعني أنا بحب حاجتين جدا، أكتر من الأطفال. أنا بحب كبار السن، دي مفاجأة يمكن محدش يعرفها عني، أنا بحب كبار السن أكتر ما بحب الأطفال. الجرياتريك أنا بحب جدا الناس اللي فوق سن 70 75 80، دول بالنسبة لي أنا أقعد معاهم. أقعد معاهم طول اليوم. طول اليوم أقعد معاهم. الاطفال يجوا في المرحله الثانيه. يعني انا يمكن بعد كده اتغير مع تقدم السن، لكن خلينا نروح ل يعني الولاد السكر جدا. دايما الطفل عنده مشكله صحيه على فكره بيكون اكثر نضجا من اللي ما عندوش مشكله صحيه. دي بقى انا عرفتها كويس قوي من المرضيه بتوع السكر. الطفل اللي عنده سكر تلاقيه اذكى من اي طفل تاني وراجل. ده حاجه محتاجه دراسه اكيد. أنا في دراسات كتيرة عن الموضوع دوت. الطفل لما بيتعرض لضغط عصبي بيطلع جواه حاجات كتيرة، وبيبقى أكثر نضج بشكل كبير من الطفل اللي ما عندوش هذه الضغوط العصبية. خليكم دايما معانا سهرة. بشكر الدكتور لاشين عشان هو عمل لي العملية وأنا فرحانة عشان عيني بقت حلوة. شكرا يا دكتور لاشين إنك أنت ضبطت عيني. إحنا بنبوظ رقبتنا بالتدريج الحقيقة. النوم غلط، المخدات اللي مش صحيحة، النوم في واحد مثلا الطرق بقت طويلة. أنا واحد من الناس اللي بحب أنام في العربية جدا. يفضل يهمل في نفسه قوي 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 قوي، ويجي يبقى عايز إن الدكتور يرجعه وثق سليم. دي مستحيلة. دي القناة العصبية، القناة العصبية العنقية ده من الحاجات اللي هي لازم تحتاج جراحة. والجراحة بتاعتها بتتعمل من الخلف مش من الأمام، لأنها بتبقى توسيع للقناة العصبية.